السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الطلبة. درسنا لهذا اليوم بعنوان أقسام الكلمة. الكلمة في اللغة العربية تتألف من ثلاثة أقسام. من يخبرنا بهذه الأقسام؟ أقسام اللغة العربية هي فعل واسم وحرف. لنبدأ أولا بتعريف الفعل. الفعل هو كلمة تدل على حدوث عمل في زمن معين، مثل خرج، سافر، يأكل، يلا. لو لاحظنا هذه الكلمات فهي تدل على زمن، حدوث عمل معين في زمن معين. منها ما يدل على زمن الماضي، ومنها ما يدل على زمن الحاضر، كما في يأكل ويلا. والفعل في اللغة العربية ثلاثة أنواع، منها أولا الفعل الماضي، ويدل الفعل الماضي على حدوث عمل في زمن معين قبل زمن التكلم، مثل نام، دخل، اجتهد، ابتسم. فلو نظرنا وتمعنا في هذه الكلمات نجد أنها أفعال ماضية تدل على حدوث الفعل قبل زمن التكلم. فقلت نام، فقد وقع النوم قبل أن أتحدث أنا به. وأيضا دخل، دخل زيد، فالفعل دخل أو دخول زيد تم قبل أن أتكلم به. ثانيا الفعل المضارع، وهو يدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر، أي زمن التكلم، أو في المستقبل. مثال: ينام، ندخل، يجتهد، نبتسم. ينام الطفل الآن، إذن ينام الطفل الآن، فهو يدل على الزمن الحاضر الآن. أما في المستقبل نقول سينام الطفل في الساعة 11 مساء مثلا. ننتقل الآن إلى فعل الأمر. قبل أن نبدأ بفعل الأمر نعود إلى الفعل المضارع والصيغة التي يصاغ من خلالها. نقول يصاغ الفعل المضارع من الفعل الماضي بأن يزاد في أول الفعل الماضي أحد الأحرف المضارعة الأربعة التي تجمعها كلمة نأيت أو نأتي، أنيت. ثلاث كلمات هي نفس التركيبة الأحرف، سواء قلت نأتي أو قلت أنيت أو قلت نأيت. وبالختام هي أربعة أحرف: النون والألف والتاء والياء. مثال ذلك: جلس، فهو فعل ماض نريد أن نجعله في الزمان الحاضر أو المضارع، فنضيف له مثلا النون بداية فتصبح نحن نجلس، فنجلس أصبحت في الزمان المضارع. وأيضا الألف نضيفها فيصبح أجلس، أيضا هي في الفعل المضارع، فأي أنا أجلس. وأيضا التاء نقول هي تجلس أيضا. وأيضا هنا الياء نقول هو يجلس. ثالثا فعل الأمر، يصاغ من الفعل المضارع ويطلب به القيام بعمل بعد زمن التكلم. مثال ذلك: يكتب، اكتب، يلعب، لعب، يجلس،
اجلس، يكرم أكرم، يسرع أسرع، ينتظر انتظر. ولو لاحظنا أن هذه الأفعال جميعها مبنية على السكون، لأن الفعل للأمر دائما يبنى على السكون. ننتقل الآن إلى الاسم. الاسم كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو معنى غير مقترن بزمن، مثل علي فهي تدل على إنسان، أيضا تلميذ فهي تدل على إنسان، أسد فهي تدل على حيوان، دجاجة أيضا، وأيضا أزهار تدل على النباتات، طاولة على الجماد. علم أي تدل على معنى غير مقترن بزمن، فعلم تدل على معنى غير مقترن بالزمن. وأيضا اجتهاد. يتميز الاسم عن الفعل بأنه يقبل الاتصال بالتعريف، فمثلا نقول العلي، التلميذ، الأسد، الدجاجة، الأزهار، الطاولة، العلم، الاجتهاد. ولكن لا نستطيع أن نقول اليكتب، الأكتب، اليلعب، الإلعب. إذن ما يميز الاسم عن الفعل أن الاسم غير مقترن بزمن، أي لا يدل على زمن، وأيضا يقترن دائما، يمكن أن تتصل به التعريف، على عكس الفعل تماما الذي لا يقبل بدخول التعريف عليه، ولا يقبل أيضا بأن يكون غير مقترن بزمن. ننتقل الآن إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة، ألا وهو الحرف. فالحرف كلمة لا يتم معناها إلا مع غيرها من الأفعال والأسماء، فالكلمات من إلى في ليس لها معنى إلا إذا وضعت في جملة، كقولنا سافرت من العقبة إلى السويس في البحر. والآن أعزائي الطلبة، سنسأل بعض الأسئلة عن درسنا لهذا اليوم. ما هي أقسام الكلمة؟ أقسام الكلمة هي ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. أيضا سؤال آخر، على ما عرف الفعل وفرق بينه وبين الاسم. فنقول الفعل هو عمل يدل على حدث معين في زمن معين، على اختلاف أو على خلاف الاسم الذي لا يدل على الزمن فهو غير مقترن بالزمن. كذلك الفعل لا يقبل التعريف، على عكس الاسم تماما الذي يقبل التعريف. كذلك الأفعال ثلاثة أنواع، من هذه الأفعال الفعل الماضي والمضارع والأمر. والآن سؤال آخر، مما يصاغ الفعل المضارع؟ يصاغ الفعل المضارع من الفعل الماضي بزيادة أحد الحروف المجموعة في كلمة نأتي أو أنيت أو نأيت كما قلنا سابقا. فجميع الحروف، جميع هذه الكلمات صحيحة لأنها تحوي نفس الحروف، وهي النون والألف والتاء والياء. فلو قلنا كتب مثلا، نستطيع القول أن نضيف لها نكتب فتصبح بالمضارع، وأقول أكتب أيضا، وأقول
يكتب وأقول تكتب. أيضا الأفعال المضارع أحبتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مضارع مرفوع أو مضارع منصوب أو مضارع مجزوم. يكون مرفوعا إذا لم يسبق بأي أداة من الأدوات الجزم أو النصب، وعلامة رفعه الضمة. ويكون منصوبا إذا سبق بأحد أدوات النصب، من أدوات النصب أن ولن وكي. وأيضا يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون إذا سبق بأحد أدوات الجزم، من أدوات الجزم أيضا لم ولما ولام الأمر وألا الناهي. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. يتوجب عليكم أعزائي الطلبة أن تقوموا بحل هذه الواجب التمرينات الظاهرة على الشاشة أمامكم. وأيضا هذه أيضا التدريبات، وأيضا هذه التدريبات أيضا. وبذلك نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، على أمل اللقاء بكم قريبا. دمتم بخير.